أحبه الله، أحبه الله. شباب، لاحظتوا معاي كم مرة يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم والليلة؟ في يوم قعدنا مع نفسنا وتفكرنا عندما يرفع الأذان والمؤذن يؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في واحد فينا تفكر وهو يصلي أن في كل تشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما نتفكر بهذا الشيء نرجع إلى الآية العظيمة التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله. يقول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. يكفيه فخرا ورفعة عليه الصلاة والسلام أن يقترن اسمه باسم الله عز وجل. أحبه الله وقصرنا في حبك يا رسول الله. أحبه الله والله اصطفى بالفضل بين العالمين، بالفضل بين العالمين.